السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أحبابنا في الله، سؤال يطرح بين الفينة والأخرى حول المسافة التي يقطعها المسافر الذي له أن يفطر. فالسفر هو مدعاة للإفطار، فهناك أناس يضطرون للسفر لغايات، إما لتجارة وإما لمصالح وإما لاستشفاء وإما لأي غاية من الغايات. فهذا السفر ربنا سبحانه وتعالى من باب التيسير على الأمة الإسلامية، ويعلم بأن السفر هو مضنة المشقة والتعب، ربنا أباح فيه الإفطار، والمؤمن فيه مخير بين أن يفطر وبين أن يصوم. فقد يروي أحد الصحابة أنهم كانوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: منا من كان صائما ومنا من كان مفطرا بحسب القدرة والاستطاعة والرغبة. وكان النبي الكريم يبيح الإفطار لمن يشعر بأن فيه ضعف، أو لأنه يميل إلى الحياة الرغيدة والحياة الهادئة يبيح له ذلك. جاءه صحابي من قبيلة تميم، عندهم ما يسمى بكشكشة تميم، لغتهم العربية مغيرة، قال: يا رسول الله، هل من إمبر إم صيام في إم سفر؟ فرد عليه النبي الكريم بلغته، قال: ليس من إمبر إم صيام في إم سفر. والمعنى قال له: هل من البر الصيام في السفر؟ قال: لا، ليس من البر الصيام في السفر. لأن هذا الرجل من قبيلة بعيدة ومن الأعراب والمؤلفة قلوبهم، قال له: أفطر. مسافة الفطر كما حددها العلماء هي 83 كيلومتر تقريبا، حينما يقطع المؤمن المسافر 83 كيلومتر عن بلدته يسمى مسافرا. وبعض أهل العلم قالوا بأن السفر يطلق في العرف الناس على أنه مسافر، كل ما طلق في عرف الناس أنه قد سافر وخرج من بلدته فلا داعي لكي نقيس كم كيلومتر الذي يفصل عن بلده. هذا فقط للتقريب، وضع العلماء قيمة 83 كيلومترا هي مسافة المبيحة للإفطار في رمضان. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سفر 3 فراسخ قصر الصلاة، فهناك تقصير الصلاة وهناك أيضا الإباحة للفطر في الصيام عند السفر. لكن العلماء شرطوا بأن يكون هذا السفر سفر مباح، ليس سفر حرام. فالذي يسافر سفر مباح كأنه للتجارة أو لصلة الرحم أو للاستشفاء أو لأي عمل في خدمة لمؤسسات معينة، كله مباح له أن يفعل ذلك، أو لطلب العلم أو لتبليغ الدعوة، كله لا مانع. لكن إذا كان السفر محرما، سيسافر ليرتكب محرم، ربما سيدخل في نزاع أو خصام مع أناس، أو سوف يقوم بأعمال ممنوعة شرعا، فقالوا: هل هذا ينطبق عليه القصر؟ قال: هو أصلا يسافر سفر حرم، والمعصية لا تعطيه الرخصة. لو أنه يسافر ليلتقي مع شيخة مثلا، هذا سوف يقوم بمعصية، فهذه المعصية لا تعطيه الرخصة. فقالوا بأن سفر المعصية ما فيه رخص. وإن كان بعض العلماء يقولون عموم الأدلة الشرعية تفيد بأن الإنسان إذا كان مسافرا يستفيد من الرخص التي وضعها ربنا عز وجل للصائم وللمصلي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذه صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا من باب اليسر ومن باب رفع الحرج في الدين الإسلامي، معروف بأنه هذا الدين
ربنا ما في تكليف بمشقة، ما في تكليف بما لا يطاق، لهذا ربنا جعله ميسرا على الجميع، فاللهم تقبل منا أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.